أخنا هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم جاهزون شيخنا؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام فسحة الخيمة الرمضانية لهذه الليلة. فسحتنا الليلة نستضاف فيها أمير القوافي بارك الله ولد الداه. بارك الله ولد الداه أديب غني عن التعريف، فائز بلقب سباق القوافي، أمير القوافي، في برنامج سباق القوافي الذي شارك فيه في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية المغربية عفوا. كذلك فاز بعدة مسابقات وطنية بنصوص مديحية. الليلة لا ينتحدث مع بارك الله حول التوسل وحول المديح عند بارك الله. ومرحبا بك بارك الله بداية. بارك الله لا هي نتحدث عن مكانة التوحيد، الحيز اللي يشغله في غرض التوحيد في الأدب الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أدب التوحيد ما يغيب عن أي غرض في الأدب الحسن، حتى في الأغراض التي يضت من ما هي ما في التوحيد، في الغزل، في البكاء على الأطلال، وحتى في المديح. المديح اللي ما هو مديح رسل الشكر، كيف تهيدي نسبة بالتوسل. ظاهرة موجودة بحسن بداية الآن. بالنسبة لأدب بارك الله، نختاروا نسمع نماذج من التوحيد. والله قلت عندي طلع في التوحيد، نمشي في البتيت، نمشي في ربير، ما ذكر منهم، متن يقينك بالمولى، أعرض عنه ما يجوا لك غاية، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عاطي عند العولة. ولا من تنتلوس ولا من تنتلو فيه، ولا ضعفت له فيه، سب فيه جي من قاد وتراه وشي ما وعطي وحال تراه ويسوى زاد لا من إذا ضعفت يا من تنتسب فيه. أنت يقينك بالمولى وعرف عنه ما يجول بالغاية، وأنه لا حول ولا قوة ما هو فيه، شي عاطيه عليه العونة، بس ولا ضعفت له فيه، سب فيه جي من قاد وتراه وشي ما وعطيه وحال تراه ويسوى زاد لا من تنتسب فيه. وعندك نموذج آخر في التيت، يعطي حق المنان ذاك البين في الأوان ليدين ولا عجلان، فرمشة عين يقين يعطي ذاك المكان بين مولي ليدين. ومذكر في لبير، لبير دائما الاتكال على الله قاد، يعني التوكل، توكل الله عصر التوحيد، الاتكال على الله قاد، يعني يعطيك بلا عناد المراد اللي فيه جات كامل وترى لعانة، والحادث نفع دون زاد مولانا ما يحانا، وللضر مولي ما يجر ما ينفع ما هو يانا، مولانا قاع ولا يضر يانا ما هو مولانا. وفم نموذج آخر، مثقل عدت وعدت ما ديان الإبليس بلا عناد الرقبة، ما نكتيت قاد الدنيا تاك تتحانى، واخرتك ما قديت زاد الهيانة تتفانى، غير التخمام في ذيك عاد وذيك الدالي هانة يانا، توكل خير فيك وعلى مولانا يانا، دير انت ذيك ودير ذيك وتوف على مولانا. جيد بارك الله. عندي هون سؤال، بالآونة الأخيرة الناس بعض الشباب خاصة جيلكم انتم عاد يتحدث عن محاولات التجديد، التجديد في الغناء الحسني، من درى كان هذه المحاولات كانها من بينها كان غرض التوحيد زاد هو كان خلق فيه التجديد. بالنسبة لي أنا ما نعتبر تجديد، بالنسبة لي نعتبره منهج يمليه الوقت. كيف تطلع اللي كانت طويلة لقيت حد يديرها في إطار قصير يعدلها. وسماه ياسر من التسميات فيهم، ياسر من الشيء ما هو راضي، ياسر من الأدباء وقال عنه ما هو مثال. زين خلينا حالا نماذج منها بغرض التوحيد خصوصا. غرض التوحيد عندي كي تطلع ذاك اللي يحكي لك ما هي طويلة، يعطي حق المنان ذاك البين في الأوان ليدين ولا عجلان، وفرمشة عين يقين يعطي ذاك المكان بين مولي ليدين، يطلعك صغيرة بست فلوات. حتى نطلع التوحيد على طولات في مكرز طوال يطلعك صغيرة. وفي هذا اللي قلت فيه الفكرة اللي ندور نقول عن نفع والضر من تلقاء خالقنا، والمعطى دام مولانا، وبصوره مختطبه يعطي حق المنان ذاك اللي بين في الاوان ليدين ولا عجلان، وفرمشة عين يقين يعطي ذاك المكان بين مولي ليدين. فكرة الله اللي عنها حصلت. عندنا في دائما ما زلنا في التجديد، قديما كان الشعر خاصة في المديح اللي لا ينوصلوا له لا يتحدثوا معه عنك. المديح عادة كان في الشعر الفصيح كان دائما
القصائد المديحية تبدأ بمقدمات غزلية، وهذا عاد شكل متجاوز في الشعر الفصيح. اليوم عادوا بعض من المغنين يعدلوا وطلع مديحية وفيهم ويبدون مقدمات غزلية. وضع عينك دانك التوسل والله سيد التوحيد. التوحيد هي أنا قلت لك المديحة، هي كنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم تعود خالقة في التوحيد. قد دائما قلت لك عنها عادة تبدأ بمقدمات غزلية، وهذا يعتبرها أصحابها نوع من التجديد في الوقت اللي المقدمات الغزلية اللي أصلا الشعر الفصيح عادة تشكل فيه متجاوز. مقدمات غزلية في المديح كانت خالقة بنت سعاد ومقدمة غزلية وتعقب جي. غير قلت لك عادة شكل متجاوز في الشعر الفصيح. إيه فعلًا عادة ذات حد لا يقيس الغلط يقيس مباشرة تلقائيا يصوب شور متاعين مقدمة غزلية. لكن مولي دائما يجي من الوقت ذلك الفكرة يعطيك تقولها ما يعطيك تلف والدور حولها تقولها مباشرة. ياك تعود يقعد متلقي ما يتعب. الناس ما عندهم الوقت الصان كل شيء ما يدوره. حد يلي يختار يقول تو بدون مقدمات. وانت ما قط ما عندكش مثال من الأغنى اللي يبدأ بمقدمة غزلية؟ ما قط عندي طلعة في توحيد بعد. توحيد. سنتي بشي كيف الغزل. والله العتاب. وتعقب تتخلص. تخلص صور التوحيد. طلعة نقول فيها يا أنا من رخصة طارك عهد الرين اللي بقدر عليك شد حق وعتدا تنظهر بالتبياع والإهانة كيف اللي قطع عليك جد عهد أطراف خوانة. والله ما قطف كل قد غرضك يا أنا مولانا في الطرف أنت مراح بي في كون ذنوبك يا أنا حد العيني اللي عليك واسي ولا تتحانى توب المولانا خير فيك توب المولانا. الخلاصة هي التوبة. الخلاصة هي وصلت للخلاصة اللي هي التوبة. هاي يا أنا اللي تكررت في الطلعة ياسر دائما نسمعها عند بعدين قلت نقولها ياسر عندي في التوسل معناها عني موجه راسي خايف تشوف الناس عني موجه أنا ماني مرتبة مرشد لا مرتبة موجه أنا دارس. خطاب ذاتي خطاب ذاتي مجرار يعني أنا هو اللي خاصني هو اللي خاصني موحد. زين معنا ما هو بعيد عن التوحيد المديح غرض المديح غرض زاد هو طبعا منصيبه من الغنى الحساني وانت عندك مجموعات على والله مجموعة على فيسبوك متخصصة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم اختيارك تحدثني عن المجموعة والمنهجية المعتمد في تغذيتها. والله عندي مجموعة في فيسبوك مالي أسر عدلت لي شهر شوي نقالها بسم الله على مدح رسول صلى الله عليه وسلم وسببها كان عندي مجموعات أخرى عندي مجموعة في الأغنى قال مجموعة مغني أنا وزميل عندي قال أحمد الكتة وعندي مجموعات أخرى اجتماعية في الأغنى بأغراضه كامل قط سببها عني قط حلمت عني يلا نعدل مجموعين قال بسم الله على مدح رسول الاسم بسم الله على مدح رسول هو اللي حلمت به وعدلت صبحت وعدلتها فسرتها بعنها بنفس التفسير اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كامل شيء يتعلق به لا تتمثل به الشياطين اعتبرتها رؤيا وعدلت مجموعه المنهجيه اللي قابلها نقبل مره نقبل نهار مقلع كتاب ميتين بعد يقول حد علي كتاب يقض حد علي المقلع كتاب ميتين اخوي نعود نخلي شباب قاعدين بالكيفان نعود نقول تزدان عليهم بالكيفان والله نقبل مدحه قديمه كيف تتخيله والله كيف اي مدحه قديمه نقول منها قاف من الكيفان القديمين نعطي انا قاف جديد نخلي الناس لحريتهم اللي يعطي الكيفان اللي قديمه واللي يعطي واللي يبدع قاف جديد وعندي طريقه اخرى نقبل مولي قاف نبدع قاف جديد ونخلي الناس تطلب وعندي مولي طريقه اخرى حره كيف تقول عن يعطي حد شبه يكتب حد زين قط تسمع بالمديح يسوى بالعربي يسوى بالادب اللي قط تسمع اللي قط زين اللي قط زين عنده اللي قط بالنسبه للمدحات ان شاء الله نجاح به. بالنسبه للمدحات اللي عيتوا تقولوا فيهم الجفان انت راه كان هذه الجفان كانها وصلت المداحين اللي دائما يتعاطوا المدح واللي عيوا فيهم شيء يغني بكل شيء زي بعد الفكره فعلا حتى قاعد يعود ما قط جبرت حد من المداح نعود نسق معاه غير بعد اختير المداحه والمداحه ياسرين هم اللي كانوا موجودين وحسوستهم زينين ومدحهم زين وفعلا فهم روايه قط قاعد نبه عليها دده قضيه الماده كيفان فيهم ياسر ما هو وازن فيهم شيء قاعد يعود بلا معنى خارجين كيفان قديم في المدح بلا معنى فيهم كيفان مودي ما عندهم علاقه بالمدح والله ثم والله ما نترك عز البخيل يكون الى عدم والله من السماء قاف بصر انصر تتخيله غني به المداحة كامل ما عنده علاقة بالمدح خير المدح شبه يمحض للمدح ما يندر في قفان غزل لا يندر في قفان عيارة أصحاب يلا يعود مقفولة للمدح وحده ومحض للمدح
نختاروك تسمع لنا نماذج من الغنى اللي في هذه المجموعه، اللي تنشر في هذه المجموعه. بعد عندك طلع الله قد تنشرت فيه والله قد تنشرت فيه طلعه من ابو عمران، طلعه اللي شفت فيه في سباق الطوالي. هذيك الطلعه كانت من ابو عمران؟ طلعه من ابو عمران مديحيه. والله ما تقد اللي سنه في الحال قاعد تحس شكلك محال. هي طلعة قاف قديم، طلع بها قاف مارتن نكراس ولله، كل ما قصد في الشكر وقد جاي منك متمن شاهيار شكرك ما عنده حد. قلت ما تقد اللي سنه في الحال قاعد تحس شكرك محال، كان حد من الناس قبال فيه ما قصد في الشكر وقد عاد فيك انت ما يسال كل ما قصد وكل بلد وزين خلقك واخلاقك قال فتاك الواحد لحد مارتن نكراس ولله، كل ما قصد في الشكر وقد جاي منك متمن شاهيار شكرك ما عنده حد. خالق أمو اللي أنا حسب المعلومات اللي عندي عن خالق أمو سابق أخرجت في ستريب وقصد طلعة مديحية. مسابقة فتاي قيدي فعلا. فتاي قيدي. فتاي قيدي. هيك مداحيانا السيد عدنان اللي قام مروي عجلان بالدين وبالعلم اللي كان بالكفر وبالجهل مظلم وبدع قاعد مدح ديوان لا قديت ولا تتكلم ما هو بيه وتم ولي واحد فيه وبيه تعلم تم وتم ولي صلي كل نهار عليه. وسلم صلى الله عليه وسلم. هذه المسابقة معدلة على 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 فيسبوك كانت. هذه هنا المسابقة معدلنا شباب المدردرة، شباب مدينة المدردرة بالتعاون مع موقع المدردرة اليوم. جيد. لا هنا بقى ولا في نفس الموضوع عندك كذلك دور في منتديات المشهد الموريتاني اللي انت كنت مشرف على ما اعتقد مشرف المشهد الحسني. اختيروك تحدثنا عن التجربة وشنه يعني زاد استطعت توصلوا له من الغنى الحسني بشكل عام لين حولته يعني عاد محفوظ. كانت تجربة ما عادية، كانت تجربة ما عادية وساهموا فيها الشباب. طلب مني ساعة مدير المشهد عبد الله اللي سلمه يعني نعود نكون مشرفين مشرفين المشهد الحسني ونجمع ياسر من الغنى الزين في شيء قديم وفي شيء حديث كافي عن حالنا المواقع الاجتماعية فيسبوك يزودوا منه بشكل ما عادي. لأن عاد استطاع أن يعود مرجع. استطاع أن يعود مرجع موثوق، مرجع مولي محترم في ياسر خارج ياسر من الغنصر اللي كان خاسر كانوا خاصين وكانوا في تدريبات المحركزات وعدلوا. خليك في ياسر مشتغلة. أنتم كنتوا تنقحوا الغنم. كنا ننقحوا الغنم طلع كامل ما هي زينة خارج لجنة تشرف على تنظيمها وتشرف على ردها لوصولها، طلع مولي مسوق على رقاش ترتد الملاها. لعب دور كبير في حفظ التراث وحفظ الأغنية بصورة عامة. وشنو سندكم أنتم كان في هذه المهمة الصعبة؟ شنو سندكم يعني منهجيتكم في الاعتماد عليه؟ أنتم هذه الطلعة بس محالة لا هي تتأكدوا من ملاها أنا ما هي اللي رقاش لا هي تخلصوا لها الوصول المعروفة في الأغنية كيف تخلصوا البرامج محفوظة في التراث عن عميد الأدب الحسني محمد يوسف إبراهيم وعن والسند هون رجالات الأدب المعروفين. والمشهد كان فيه من الناس اللي فيه قنبول مداح كان فيه في ياسر الأدباء الكبار اللي عنده مرجعية كبيرة في الأدب الحسني وكان يخلق تشاور بيننا ونسولوا عن الطلعة اللي نردوها لمصدرها. وياسر مش كيف شو المغنيين هذول شهيرين حتى دائما وسواوا عليهم طلع معهم لهم والله ينقلعوا منهم طلعوا يعني طاولة واحدة والله يعود فهم تداخل بين اسلوب مغنيين دائما حاولوا عنا نصفوا الحقيقة ونديروا ندرى ايش تفقد من الانتاج فترة المشهد بس مشهد والله مقدر من مقدر من القطاعات ما نتذكر شيء من ورد بس حر رمضان يقطع يعني يلا تخصص الليالي مديح توسوت جيد والله العاد في مولي شي كامل اللي قد لا نحكم قد لا نحكوك كيف بعدك طاعات وكيف زين لهنا بقاو في موضوع التجديد ايضا خالق مؤخرا ظهرت اشكال من الاغنى مجدد مختلف المجالات نقدو قاعد نتكلموا عنها لا نواريا نختاروكم تحدثنا عن شنو انت طبعا كنت من الناس اللي تعاطوها عندنا مثلا هون الشكلين قالوا شاسيكور هذه الناس مستشكلة التسمية بعد يعني. لماذا شاسيكور نسمي بها عينة من الأدب الحسان مستشكلين بيدي صرت تنطلق على الوتات حق هو مصطلح ميكانيكي غير قاع حتى قاع يلاقي قبلناها كانها قاع شاسيكور عنها
أنا قاع كان منطبق على النوع من الغنم، هو تضمين عن جعان هو الناس اللي تقول تقول عنه تضمين. أنا ما قط اللي يقولوا الناس أساس يكون قط طريق، أنا ما قط قلت فيه شيء. ما قطت فيه شيء يا غير زاد المناصرين والله. أنا طلع منه زين مناصرها وطلع منه ما زين، كيف عندي الغنم الأخرى اللي تسمية بالنسبة لي ما تعتبر شيء يسوي شيء، طلع بالنسبة لي تقول زينة زينة يسوي اسمه شيء. ما غير أنت تقبل عن الأغنية يعود فيه شاسيكور ولا شاسيكور؟ ما يزيد فيه إلى أن قال له شاسيكور ولا زيدها عندي إلى عاد طلعة قديمة بتاعت ما زين. بالنسبة لي جودة النص ما غادي له شيء في الزمان، لا غادي له شيء في التسمية، ولا غادي له شيء في الشخص. تعود الشخص تمرين تجبر شخص يقول طلعة زينة هي القط قال بشي زين، تجبر شخص مغني كبير يقول طلع عاديات. غير بطبيعتنا نحن بطبيعه مجتمعنا نحن عن رجاجبات الشاع وعن عاد مغني وشي ما يقول شيء والله قال قال فلان ما قلنا حح ما حح وعدته هو ما وعد النص ما وعد النص. المشكله هون قضيه الفصل بين النص وصنميه النص هي مشكلتنا نحن. هو قاع تضمين ما كان خالق في الغناء السابق هذا كان خالق كان خالق الروايه اللي يقولوا عنها قال ايش يقول نعرف طلع قبل قالها داود بتر رحمه الله عليه. هي تقوم حسب اللي قالوا لي عنها تعود تو طالعه تختم ضمنتها فلوت قديمه من طلعه كان خالق خاتمتها طلعه تضمين كان خالق بالغناء كان خالق بالشعر ما هو شيء جديد. تسميه هي اللي طاريه وما هي مغيره شيء. وانا بعد ما هي ما هي ناقصه عندي نص زين وقلتها ما هي زايده عندي نص ما هو زين. زين لين رجعوا لموضوع المديح لا عندك فيه نص وانا ختموا بها المديح. والله عندي طلعه في المديح قط طلعت بها قاف قديم قالوا العلامه محمد ابو اللمين ترجم بذاك البيت محمد بشر وليس كالبشري بل هو ياقوت من الناس كالحجري. قال ما في الرجل حد جبر لي راجل كيف تسيد النزار وكيف الياقوت اللي حجره ما هي كيف الاحجار. قلت محمد صلى الله عليه بينا فيه الكامل فيه من الفضل اللي خصوا به دون الغير وفات القهار من الانبياء. وكافيه عنه من دهر ادم الاخبار تجيب والخلق له فيه من نور خلقت الاقدار. وبالاسلام منين العربيه رسلوا في الدين اطرى قرار عن الاسلام الدين الخاطئ يسوي شنو دين الكفار. حد مولي بالشكر يجيه بكلامه ويجيه بالاشعار والموزون يروغي وفيه ما يبطى يعرف كان اشطار عن ذاك الفضل الخاص به ربه ما يوفى باختصار. ما في الرجل حد جبر لي راجل كيف تسيد النزار وكيف الياقوت اللي حجره ما يكيف الحجر. صلى الله عليه وسلم. لان في ختام هاي الفسحه شاكرينك لديب بارك الله ولدده، حقيقه كانت فسحه ممتعه معك. كنا نبغى الوقت يعود اكثر من الايام نتحدث معك اكثر غير هاي بدون لا هو سامح به الوقت. فقرات الخيمه الرمضانيه ما زالت متواصله ولا هنا رجعوا لها مع زميل مساوي البهلي. وشاكركم مشاهدينا الكرام على متابعتنا والى ان يتجدد لقاؤنا.